الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأملا ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلا وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبلا فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا. باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. بفعل للفعل ذو التجريد أو فعلا يأتي ومكسور عين أو على فعلا والضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعلا وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت نعم بئست يئست وله يبس وهلا وأفرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورعت ومقت مع وفقت حلا وثقت مع وري المخ احوها وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا ذا الواو فاء أو اليا عين لو كأتى كذا المضاعف لازما كحن طلا وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لزم ذا ضم احتملا فذو التعد بكسر حبه وعذا وجهين هر وشد عله عللا وبت قطعا ونم واضممن مع اللزوم في امرر به وجل مثل جلا هبت وذرت وأج كر هم به وعم زم وسح مل أي ذملا وأل لمعا وصرخا شك أب وشد أي عدا شق خش غل أي دخلا وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن طش وثل أصله ثللا أي راث طل دم خب الحصان ونبت كم نخل وعست ناقة بخلا قست كذا وعي وجهي صد أث وخر الصلد حدت وثرت جد من عملا ترت وطرت ودرت جم شب حصان عن فحت وشذ شح أي بخلا وشطت الدر نس شيء حر نهار والمضارع من فعلت إن جعلا عينا له الواو أولى من يجاء به مضموم عين وهذا الحكم قد بذلا لما لبذ مفاخر وليس له داعي لزوم كسار العين نحو قلا وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكساء في ذا النوع قد حصلا في غير هذا لذي الحلق فتح نشع بالاتفاق كآت صيغ من سألا إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة نو ضم كيبغي وما صرفت من دخلا عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا فاكسر أو اضمم إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتا الإضمار متصلا أو نونه وإذا فتحا يكون فمنه اعتض مجانسة تلك العين منتقلا. باب أبنية الفعل المزيد فيه. كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع
ولا وولى استقى محرا جما فصلا وفعل ذا ألف في الحشو رابعة وعاريا وكذا كهبي خاعتدلا تدحرجت عظي طح لولا اسبطر توالى مع تولى وخل بس انبس اتصلا وحبا طأح وانصلس لنقات مسكن سلقا قل نست جوربت هرولت مرتحلا زهزقت هل قمت ره مستك وألا تره شفج فأضس لهم قطرنا الجملا ترمست كالتبج المط وغلصم ثم ادلم سهرا معت وعلا انكسنت خلا وعلو وطع ثوججت بيطرت سنبل زمل قض ممل تسلقى واجتنب خللا فصل ببعض نأتي المضارع افتتح وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا وافتحه متصلا بغيره ولغير الياء كسرا أجز في الآت من فعلا أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التا زائدا كتزكى وهو قد نقلا في الياء وفي غيرها إن ألحق بأبا أو ما له الوفاء النحو قد وجلا وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضلا زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا بولا فصل في فعل ما لم يسمى فاعله إن تسند الفعل للمفعول فأت به مضموم الأول واكسره إذا اتصلا بعين اعتل واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة اضمم تلوها بولا وما لفا نحو باع اجعل لثالث نحو اختار وانقد كاختير الذي فضلا فصل في فعل الأمر من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزلا أوله وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا والهمز قبل لزوم الضم ضم ونحو اغزي بكسر مشم الضم قد قبلا وشذ بالحذف مر وخذ وكل وفشا وأمر ومستدر تتميم خذ وكلا باب في أسماء الفاعلين والمفعولين كوزن فاعل اسم فاعل جعلا من الثلاث الذي ما وزنه فعلا ومنه صيغ كسهل والظريف وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقر جنب ومشبها ثملا وصيغ من لازم موازن فعلا بوزنه كشج ومشبها عجلا والشأز والأشنب الجذلان ثم تقد يأتي كفان وشبه واحد البخلا حملا على غيره لنسبة كخفيف أشيب طيب في الصوغ من فعلا وفاعل صالح من كل انقصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جذلا وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع لكن أولا جعلا ميم تضم وإما قبل آخره فتحت كان اسم مفعول وقد حصلا
من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا وما أتاك فعيل فهو قد عدلا به عن الأصل واستغنوا بنحو نجا والنسء عن وزن مفعول وما عملا. باب أبنية المصادر. وللمصادر أوزان أبينها فللثلاثي ما أبديه منتخلا فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور متصلا فعلان 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 ونحو جلا رضا هدى وصلاح ثم زد فعلا مجردا وبت التأنيث ثم فعالة وبالقصر والفعلاء قد قبلا فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين من التاء والفعول صلا ثم الفعيل وبالتاذان والفعلان أو كبينونة ومشبه شغلا وفعلل وفعول مع فعالية كذا فعيلية فعلة فعلا مع فعلوت فعلا مع فعلية كذا فعولية والفتح قد نقلا ومفعل مفعل ومفعول وبت التأنيث فيها وضم قل ما حملا فعل مقيس المعدى والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعالة لا وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعلا وقس فعالة أو فعولة لفعلت كالشجاعة والجاري على سهلا وما سوى ذاك مسموع وقد كثر الفعيل في الصوت والداء الممض جلا معناه وزن فعال فليقس ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلا فعالة لخصال والفعال تدع لحرفة أو ولاية ولا تهلا لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلا. فصل. بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا واضممه من فعل التازيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العللا لفعللأت بفعلال وفعللة وفعل اجعله التفعيل حيث خلا من لام اعتل للحاويه تفعلة ألزم وللعار منه ربما بذلا ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعلا وقد يجاء بتفعل لفعل في تكثير فعل كتسيار وقد جعلا ما للثلاثي فعلا مبالغة ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا وبالفعليل تفعلا لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما فاعرف المثلا لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا ما عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصلا من المزال وإن تلحق بغيرهما تبن بها مرة من الذي عملا ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقلا. باب المفعل والمفعل ومعانيهما. من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل لمصدر نوما فيه قد فعلا كذاك معتل لا من مطلقا وإذا الفا كان واوا بكسر مطلقا حصلا ولا يؤثر كون الواو فاء إذا معتل لا منك مولا فرع صدق ولا
في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر وشذ الذي عن ذلك اعتزلا مظلمة مطلع مجمع محمدة مذمة منسك مظنة البخلا مزلة مفرق مضلة ومدب محشر مسكن محل من نزلا ومعجز وبتاء ثم مهلكة معتبة مفعل من ضع ومن وجلا مع هام احسب وضرب وزن مفعلة موقعة كل ذا وجهاه قد حملا والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مأو حوى الإبلا من أو واغفر وعذر وحمى مفعلة ومن رزا واعرف اظن منبت وصلا بمفعل اشرق مع غرب واسقط الرجع جزر ثم مفعل تقدر واشرقا بجلا واقبر ومن أرب وثلث أربعها كذا لمهلك التثليث قد بذلا وكالصحيح الذي اليا عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقلا وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صر منه لما مفعل أو مفعل جعلا. فصل. من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة والزائد اختزلا من ذي المزيد كمفعات ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد احتملا غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع وربما جاء منه نادر قذلا. فصل. كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاث صغ اسم ما به عملا شذ المدق ومسعط ومكحلة ومدهن منصل والآتي من نخلا ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذلا وقد وفيت بما قد رمت منتهيا والحمد لله إذ ما رمته كملا ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسلا وآله والصحابة الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا وأن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا آمنا لا باسرا وجلا.